يا خديجة هتفضلي بصلي كده كتير؟ ما تنجزي وتجيبي بالآخر، عايزة ايه؟ بيقولوا ان في حد دخل أوضة حور وأوضة آسيا وسرق منهم تليفونين. غرفة حور وغرفة آسيا اتسرق منهم تليفونين وحد دخل خدهم؟ ده غبي قوي. يعني اللي دخل يسرق ده ما يسرق حاجة عليها القيمة، إنما ها تليفونين؟ لا 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 لا، على فكرة لو الشخص ده اتمسك مش هيتحاكم بتهمة السرقة، هيتحاكم بتهمة الغباء. ده لما يبقى سرق تليفون عادي. لكن اللي سرق أخد تليفون جواري. أنا قاعدة أسأل نفسي، اللي خد التليفون ده عايز منه إيه؟ وأخده ليه؟ وإيه اللي يخليه يسرق تليفون بتاع واحدة ميتة ومقفول بقاله أكتر من سنة؟ وأنا مالي؟ بتسألين أنا ليه؟ يعني أنا ماليش دعوة. لا يا عز، أنا مش بسألك، أنا بتهمك. مفيش حد تاني له مصلحة يعمل كده. ممكن تقولي بقى إيه الرسالة أو المعلومة اللي موجودة على تليفون جواري خليتك تاخده؟ خديجة، خديجة، نادي عز الدين وتحرك بسرعة. يلا يما، أنا ذلك أنا رايح الشغل. غريبة كده فجأة غيرت رايك بشغل أبوك، لا اعترضت ولا قلت شيء يوم أنك سمعت أنه نازل الشغلة بالكافيه. يعني بس أول كنت مسوي لي فيها أبو زيد الهلالي. الحين صار لي ساعة قهوة معك، توك تتكلمين؟ خفت أني أسد نفسك عن القهوة.